سلام الله. شكرا لك على المقابله. جمال عندي نفس السؤال ولكن حيكون مغاير، راح نحاول المنتخب الوطني الجزائري. اللاعبين مقبلين على اول مباراه، مقبلين على فعاليات كان كوت ديفوار اللي راح تكون اول مباراه للمنتخب الوطني الجزائري يوم 15 جانفي من هذا الشهر. ان شاء الله. وش تقول لهم كرساله تشجيعيه تدعيميه؟ كلاعب سابق يعني كانت عندك خبره في افريقيا، معكو الكواليس والشهير، معكو اشياء كثيره، يعني توعويه هذا الرساله. شكرا. بون لو 15 ان شاء الله يلعبوا في الماتش تاعهم. انا عندي كونفيونس في ليكيب هذه، بيسك علاش عندي كونفيونس؟ بيك كاين ماز بسيبري، كاين دي جوار جدد ما يعرفوش لافريك، مي كاين دي جوار اللي تعلموا ديجا من افريك. انا جو بونس كو لازم ندعموهم، ما باليش من بعيد، بيسك جوار كيكون في المنتخب ولا كيكون في اي بلاصه لازم الناس دير في بالها، هذو لما يروحوا لي بلاطو ولا ما يروحوا لهادي، اي واحد ما منفيزي حتى واحد مهما كانت الصفه تاعو، صحفي ولا لاعب سابق ولا لاعب دولي ولا بيستو، كاين ما ماشي تاع بانو يهضر على لاليست. انا نشوف باللي لي جوال يشوفوا هاد الامور، وباش تهضر على واحد هكا ديرك تاتاكي، وهاي صرات ديجا في 2019، لازم يدو الدرس. صرات اتاكاو الناس، بعد كي داو هذوك كي جات لاكوب دافريك خلاص عاودوا دارو، اللي هرب هرب، اللي قعد ما لازمش تكون هكا. هذيك ناسيونال دي فوا نحسوا بلي كاين ناس هم حابين لي شاك، ما على باليش اسباب شخصيه، ما كاش هادي ايكيب ناسيونال، سي البلاد، سي قلبنا يكون قاعد تما. لازم نعاونوا هاد لي جوا، لازم يشوفوا بلي الشعب راه بوزيتيف وراه معاهم مهما كانت الصفه. بعد كي تخلص لا كان هذه ان شاء الله فرحونا، انا نفرحوا كامل، ولا حنا ماذا بينا نفرحوا، ماناش حابين نهضروا على هذيك. ان شاء الله يكونوا في المستوى، ان شاء الله يكونوا تعلموا شي ما فيك، وش بونس كو هذا 16 تاع الطوق وهذا يفيدهم اكثر واكثر باذن الله ان شاء الله. ربي يوفقك. سي بون لي كيسيون ليكيب سي كوم سا صحيح.